لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، أي ولو أن جميع شجر الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمة الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لا تكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقول من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جراء، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفذ ما في البحور وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون هذا كلام، إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي ولو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفذ عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال ربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده الآية. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود
قال ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم، وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. هكذا رويا عن عكرمة وعطاء ابن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية. السورة مكية بلا شك، والسياق لا يقتضي أن هناك آيات منها نزلت بالمدينة. ثم إن السند كما ذكرنا لابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ضعيف. كلا منكما، هي كلا معناه كلا منكما. وقولوا إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد، ولا مخالف ولا معقب لحكمه. حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة. الجميع هين عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.